بونجور لا تلموند. سيداتي سادتي، لي الشرف أن أكون بين هذه الباقة المميزة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فأنا أحمل إليكم رسالة من زوجي رائف بدوي المسجون منذ 7 سنوات، سنوات بتهمة التفكير. أحمل إليكم رسالة من أولادي 3 الذين يرافقوني اليوم، ممن حرموا من أبيهم منذ سنين لا لشيء إلا لأنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي. أحمل إليكم رسالة أمل بأن أرى يوما ما زوجي رائف بدوي يقف بينكم من هذا المنبر ليقص عليكم قصة سجنه ومحنته وأسرته. أحمل إليكم رسالة إصرار في الوقت ذاته، إصرار من قبل زوجي رائف بدوي على أن التغيير السلمي ممكن في المملكة العربية السعودية، إصرار من قبل رائف بدوي على أن التعبير السلمي عن الرأي حق إنساني لا مساومة عليه، وأنه حق لكل البشر بلا استثناء. يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الحقوق والكرامة. هذه هي المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، ورائف بدوي حاول من خلال كتاباته أن يؤكد هذا المبدأ. أراد أن يرى وطنا يعيش فيه المواطنين والمواطنات متساويين ومتساويات أمام القانون، لا يميز بين البشر، يؤمن فيه الإنسان بما يريد، لا يعاقب فيه الإنسان لأنه اختار دينه بنفسه أو أراد ممارسة الدين أو مذهب مغاير لدين الدولة الرسمي. تعيش المرأة فيه كمواطنة لها كامل الحقوق، لا تحتاج إلى وصي، فهي الوصية عن نفسها. يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الحقوق والكرامة، قالها رائف بدوي ودفع ثمن قوله ورأيه من حريته من حياته. 7 سنوات في السجن بعيدا عن أطفاله 3، بعيدا عن أسرته، لا لشيء إلا لأنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه. ولم يكن في ذلك الرأي ما ينتهك أي قانون أو يأدي أي إنسان أو يتسبب في جريمة. أراد تغيير سلمي في وطنه، أراد إصلاحا في وطنه، وكتب ذلك علنا، وكان أمله أن دولته وحكومته ستصغى، وكان أمله خيبة. نشترعها معه كل يوم كل ساعة منذ القبض عليه في عام 2012. في بلادي تصر الحكومة السعودية على استخدام الدين والخصوصية الثقافية كذريعة لقمع التعبير السلمي عن الرأي وحرية الاعتقاد والدين، وهذه الرؤية انعكست على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهو وضع أشارت إلى وقعه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. يكفي أن أشير إلى تقرير منظمة Human Rights Watch الأخير الذي أشار إلى أن السبب الحقيقي لمحاكمة الناشطات الحقوقيات المدافعات عن حقوق المرأة من أمثال لجين الهدلول إنما يرتبط أساساً بأنشطتهن في العمل الحقوقي السلمي. الخوف أصبح رفيقاً لمن يرغب في التغيير والإصلاح السلمي. يكفي أن تكتب رأياً، أن تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن تعبر عن موقف مخالف في التويتر كي يلقى عليك القبض وتسلب منك حريتك. يكفي أن ترفض امرأة نظام الوصاية الذكوري عليها حتى تجد نفسها ملاحقة من أسرتها وقوى الأمن معا. يكفي أن يمارس مسيحي شعائر دينه علانية حتى يتم القبض عليه وسجنه. يكفي أن يقرر مسلم أن يتحول إلى دين آخر أو أن يكون بلا دين حتى يحاكم هذا الشخص بتهمة الردة، تهمة عقوبتها الإعدام. كل هذه الأمثلة تظهر لكم، ولكن سيداتي سادتي، أن قضية رائف ليست قضية فردية، هي قضية مجتمع، قضية دولة، قضية وطن. رائف بدوي حمل قضية هذا الوطن في قلبه وعبر عن هذا الهم بقلمه وبكلماته بالحبر على الورق، ولأن كلماته خرجت من صميم قلبه، من قناعاته بإمكانية التغيير السلمي، كانت كلماته مرعبة لمن يستفيد من بقاء الوضع الراهن. ولأنه عبر عن رأيه في زمن الخوف،
فأني أراه بطلاً، بطلي، لأن التغيير لن يحدث طالما تركنا الخوف يكمم أفواهنا. التغيير لن يحدث لو ظل الصمت منهجنا. يوماً ما سيتوجب على وطن الحبيب أن يلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الحلم سيتحقق. أثق في ذلك تماماً، كما أثق أن رائف بدوي سيقف بينكم يوماً ما هنا على هذا المنبر الكريم، وحينها سيحق لي أن أبتهج. مرسي بكم.